طفل كيف ممكن انه انت تعبي له وقته، وكيف ممكن ما تخليه يحس انه هو انقص من غيره، او بدك تحسسه بالنهايه انه هذا عيد؟ هذا الشيء رح يكون محور حديثنا مع ضيفتنا اختصاصيه التربيه الدكتوره رانيا ديب. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم، وعام جديد ان شاء الله على الجميع بيعم الخير يا رب. امين يا رب. يعني مثل ما حكينا من البدايه ما كثير بدنا نسودها، بدنا حلول. شو رح نعمل مع الأطفال برأس السنة؟ كيف بدنا نحسسهم إنه نحن جايين على شيء جديد، انطلاقة جديدة وأمل جديد؟ هلا أول شيء لازم يعرف الطفل أهمية الوقت، أهمية إنه ليش هو معطل؟ شو السبب من العطلة؟ هو لازم يدرك. نحن بنحكي الأطفال من سن 3 سنين أو السنة ونص سنتين، لا تقليلي ما هو مدرك السنتين، إنه أكيد ماما بابا قاعدين، إنه إخواتي قاعدين، إنه ما لهم رايحين على الشغل، هو عارف. فهو من السنتين للمراهقة لل 14-15 سنة، فهنن فينا نقول قاعدين ومدركين. شو لازم نعمل؟ لازم نحسسه إنه يعرف إنه ليش العطلة اللي إحنا معطلين، إنه إحنا معطلين لأنه عيد الدنيا، لأنه إحنا هيك أحلى أجمل إحنا مع بعض. الكهرباء ما في، لازم نتأقلم مع الوضع، وضع طبيعي جدا. ما نضلنا نحسسه اوف لانه هذا السلبيه اللي عندنا بتنتقل للطفل. يمكن احنا ككبار بنقدر نتاقلم، بنقدر نتدارك هذا الموضوع، بس ما بدنا ننقله للطفل ويصير هو، لانه ممكن يؤدي لتداعيات اخرى، ممكن يصير عنده عنف، ممكن عنده عدوان، ممكن يصير مشاكل اخرى. فاحنا خلينا ضمن هذا الاطار اول شيء بالتحضير لهي الليله. اول حسسنا انه عرفت ماما اللي احنا معطلين لانه عيد راس السنه، فنحن شو لازم نعمل؟ او عيد الاضحى، عيد الفطر، عيد الميلاد اللي هو، فنحن لازم هالثلاث ايام، هاليوم، شو بدنا نساوي فيهم؟ نعمل خطه. من الصبح بدنا نحضر لانه جايين ضيوف، خليش يساعد معنا. شو بدنا نعمل؟ بوشار، بدنا نعمل بسكوت، نعمل بيتي فور، نعمل كيك، مثل ما قلنا اكلات محببه للعائله من ضمن الاسره. تعال ماما انت خفق لي، امسك الخفاقه، امسك انت المعلقه حركها بايدك، حط لي الطحينه، خليه يشترك معي بالمطبخ. فراح جزء من الوقت، يعني هو اذا بدنا نقول نهار كامل يعني 24 ساعه، بده يفيق الساعه 10 للساعه 10 المساء صارت 12 ساعه، فانا قدرانه اني اتحكم بها 12 ساعه، جزء له اياهم ساعتين بالمطبخ راحوا. بعدين ماما بدنا نحضر الطاوله، خليه يساهم بتحضير الطاوله ويتعلم اتيكيت تحضير الطاولة، اتيكيت استقبال الضيوف. طول ما هو عم يشتغل معي أنا عم بحكي معه، افتح قصص معه، ماما نحن بدنا نحضر، ماما بدنا يجوا الضيوف لعنا، بدنا نستقبلهم، بدنا نعمل. طبعاً لا يخلو من التنبيهات اللي هي إيجابية، يعني لا تمكت كتير، دير بالك على ألعابك لأنه هذا واجب. نحن أحياناً بنستحي الأهل أنه لا، يعني أنت بين ذاتك بتقولي لا ما بدي أعلمه هالشي، مو تركوه. أنانية تركوه، هي مو موضوع أنانية، موضوع مسؤولية، حس المسؤولية، موضوع حفاظ على أغراضه. يتعلم الطفل من صغره يحافظ على أغراضه، أنه مو بالسهل هذا الغرض عم يجي لعندك، لو كان مهما كان وضع الأهل أو وضع العائلة. هلا لاحظي المليارديريه بيحاولوا انه يحافظوا على المال اللي معهم لانه هن تعبانين فيه، فهذا الولد بيحسسه انه انت لازم تحافظ عليه مهما كانت لعبتك. ماما جايين لعنا ضيوف، دير بالك على اغراضك، بدهم يلعبوا معك، لا تنكت كثير، انت احكي لهم قصص. منبلش هلا موضوع القصص، موضوع هاي هلا جايين عليها. حضرنا الطاوله مع بعض، كيف تستقبل ضيوفك؟ ماما لا تضحك كثير قدام الضيوف، بتطلع من الضحك. اي ماما لا كثير، يعني مثل ما بيقولوا بالعامي تشط وتمط قدام العالم، يعني خليك هيك وازن، خليك رايق ماما قدام الناس. هي خلصنا. في قصه ثانيه ممكن نحن نعملها الاهل كمان، اجوا الضيوف وقعدوا، شو بدنا نعبي وقتهم قدام الضيوف؟ اذا ما عندنا حدا، الضيوف مين يعني؟ حتقتصر الموضوع على اختك من العائله، معناتها في اولاد خالته، اولاد عمته، اولاد، ممكن يحضر تمثيليه بسيطه، انا اعطيه قبل بوقت، حضروا لنا شيء، ورجونا ابداعاتكم، حضروا لنا شيء ليوم راس السنه، شو حنعمل؟ ممكن يعمل تمثيليه بسيطه، ممكن انا اعطيه الحوار، ممكن انا احضر له تمثيليه، انا تمثيليه هادفه تكون. عائله بدها تجتمع، شو بدكم تعملوا؟ شو بدكم؟ نص تمثيلي ساووا لنا اياه.
كثير بينبسطوا الاولاد بهي القصه، انه هن يتحملوا مسؤوليه، ياي عندنا شغله بدنا نعملها يوم راس السنه، بدنا نشوفونا عماتنا مواهبهم قدام الكل. بالضبط، هيك فرغت طاقته انا وورجى زرافته وحالاته للولد، لانه بيحب يحبب بحاله الولد، فهو ورجى يعني انه انا محبب للاخرين ولكن بطريقه ايجابيه هادفه مسيره، انا سيرته بهذه الطريقه. فهو عمل هاي التمثيليه ورواء هو اولاد عمته، وهذا دور وهذا دور وهذا دور، سقفنا لهم. احيانا حتى بيعملوا كروت، في اولاد بيعملوا بطاقات، يعني بنت عملت كروت مسرحيه ووزعتهم علينا ونحن قاعدين، ويعني ونحن قاعدين انا وعماتها وهيك، فانتوا بدكم تدخلوا على الغرفه الثانيه بدكم تقطعوا كرت فاتلين على المسرح، نلعب لعبة عائلية، لعبة عائلية يعني، ونخوضها. ما لحنا نعمل انه لحنا الكبير العائل نستسخف الموضوع انا الكبير العائل، خلاص لا، يعني حتى ستة للبنت، ستة وكبيرة بالعمر بال70 مسكت الورقة وفاتت على الغرفة الثانية. يعني نحاول نشاركهم نوعا ما، نحاول نشاركهم لانه ما نستسخف افكارهم، ما نستسخف اعمالهم اللي هن عم يعملوها. نقطة ثانية ممكن كمان فكرة أخرى، الحزازير اللي احنا نحضر لهم حزازير، الكبار بيتسلوا فيها فما بالك بالصغار. بالضبط، لأنه قاعدين كلياتنا عم نتسلى مع بعض، حزورات والقصص، قصص زمان، ممكن الست ممكن الجد ممكن الأب والأم. لحنا لما كنا بعمركم بتبلش البطولات بقى، لحنا لما كنا بعمركم وكذا وكذا وكذا، ممكن القصص اللي تسردها الأم الأب العمة العم الست، هاي بيسرحوا فيها الأولاد، وبتلاقيهم قاعدين وحاطين إيدهم هيك مبسوطين طيب. لمرحله لدرجه معينه ممكن المعازيم او حتى اهل البيت يكونوا مبسوطين بحاله الطفل اللي عم يورجي ابداعاته والاطفال اللي عم يلعبوا و ولكن بنقطه معينه انه خلص نضبوا بالغرفه، اعملوا اي شيء انتم تنبسطوا فيه، بس نحن بدنا نقعد، يعني نحن بدنا نسهر سهره راس السنه، صح انه نحن نفصل اولادنا بهي الليله، نعمل لهم جو خاص لهم بعد ما عملنا هدول الاشياء، مو من اول ليله ولا يكملوا معنا كل السهره. هلا انا بفضل انه بالتناوب، يعني مو كل السهره، بالتناوب، ساعه هنيك ساعه معنا، ساعه بغرفتهم، لانه الاهل الطفل لازم يضل مراقب تحت عين الاهل، ما بتعرفي شو بيخطر لباله. فبغرفته وانت بتعرفي انه الغرفه امنه، اذا كان في غرفه، ما في غرفه بزاويه الغرفه اللي احنا قاعدينها فعيننا عليهم شو عم يعملوا. تمام، بتكوني محضرتي لهم، هن بين بعضهم بدهم يحكوا، بكون محضرتي لهم حزازير مثل ما عم اقول لك، رسم ممكن يرسموا، روحوا على غرفتكم رسمونا، ارسموا مشاعركم بهاللحظه، ارسموا تيتا وجده، عم اقول لك احنا لازم نتقبل الست والجد والعمه والام والاب، ارسم ماما وتعال. فانت بدك تتقبل شو ما حيطلع من ابنك، حتتقبلي الشكل الشعر اللي يعني بدنا نتقبل الموضوع، فارسم وتعال، شو بتحب تطلع لما تكبر؟ ارسم وتعال، هي كلمه رسم فيها نص ساعه يعني، ونحن لهيناهم نص ساعه. والله يا دكتوره في شغله، واذا بتلونها بيكون احسن، بيكون تلونها وروح حبرها وبيضها. في شغله يا دكتوره ويا مشلين، انه الاهالي ما لهم خلق هالايام. صحيح، يعني انا تعبان، مالي متوقع العطله امتى تجي لحتى اقعد ريح ضغط السنه كامله، هلا في جرد فانا هلا معطل، فكان بدكم يعني ربي الطفل بهاليوم وكمان سليه ولعبه، فهي مسؤوليه كثير صعبه يا ابهاتنا وامهاتنا. رحنا لشيء ثاني، بخاف انا اليوم على الطفل من التعرض، مصطلح بالاعلام اسمه التعرض، الطفل عم يتعرض ليشوف كل شيء حواليه عبر الموبايل عبر الايباد، واصلا لما يفتح التلفزيون بشوف تقرير عملته مثلا قناه فضائيه انه امنياتك لراس السنه، نزلني بابا اليوم اشترى لي ثياب، اليوم انا رايح على مدينه الملاهي، وهو الطفل قاعد ببيته عم يشوف غيره كيف عايش وانا كيف عايش. تمام، الاهل شو دورهم هون؟ شلون بدنا نوعي الطفل انه في فروقات؟ هلا نقطه بالاول بدايه حديثنا قلت لي انه الاهل ضايق خلقون، الاب كذا، الطفل ما ذنبه، هو بيعرف انه هذا البابا وهي الماما وهن بدهم يتفضوا لي. الطفل صحيح مدرك انه في عطله ومدرك انه بابا بيتعب وماما بتتعب طول النهار ونحن لازم نقعد مع بعض، بس بالنهايه بيقول لك انا حقي. سبب تفكك الاسره هو الموبايل، اللي كل واحد صفي مشغول بحاله، صفي كل واحد مثل ما قلت انه جاي هالساعه زمان افتح فيس، انا ما فتحت طول النهار طول النهار بالشغل، طب هذا الولد هذا الساعه هي حق ابنه. يعني بنت طفل من الاطفال جابت اكله وقعدت، قال انا ما بدي اقعد بغرفه السفره، انا بدي اقعد معاكم لو انتم قاعدين، ممنوع الاكل بغرفه القعده، قال اي انا معلش بدي بس شوفك انت وابي.
يعني لا انه هاي بدوشه الحياه، الام بدوشه الحياه والاب بدوشه الحياه، ضايع الولد وضايع الولد، تجي من مدرسته طيب هي الام لسه ما اجت، الاب لسه ما اجى، لدرجه انه بس وقت الاكل قال بس خلوني اقعد لانه هي دائما بغرفتها. هو ما ذنبه، لازم من ضمن المسؤوليات هو بيعرف يقينا الام والاب قبل ما يجيبوا هالولد انه في مسؤوليه، هو مو بس انه جبنا، مو بس خلفنا، مو بس تربايه، هي مسؤوليه كبيره وبيربى. كنا اهالينا يجيبوا ستة وسبعة ويربوا صح، هيك كنا نسمع ستي كانت تقول جبت 10 وربيو. بس الدنيا عم تتغير، 6 و7 ما يوم يوم الزمن في منافسه شرسه. الوقت الاعلام مثل ما قلت الولد عم بيشوف 6 7 كانوا يربوا يتعلموا من بعضهم، اقصى حدود اقصى حدود بيت عمهم بيت خالتهم، هاي هي جارتهم اللي ابعد بحاره ثانيه، هذا اقصى ما كانوا يشوفوا. هلا كل العالم منفتح قدامه، فانا لازم من ضمن الافكار ومن ضمن التربيه انه ماما نحن جاي الايام انه ممكن لتكبر، القناعه القناعه نقنعه، يعني هي صعب بس خلطنا نطيق، اكيد مو بيومها، بدنا مو بيومها نحن، هذا من قبل. هي التربيه مو يوم، التربيه على مدار ايام، تراكم تراكم، هي حجره فوق حجره فوق حجره فوق حجره، فاذا كانت الحجره الاولى طريه او ما لها متوازنه ما لها، فبده يهبط البناء كلياته. هي بتأسسي صح بيطلع صح، ما بتأسسي صح بده ينهار. والفروق اللي انه ناس معهم ونحن ما معنا مثلا، هي اللي احنا بدنا نحن نشتغل عليها، انه نحن جاي الايام نحن بوضع، هو بيعرف انه نحن وضع ما انه صح، نحن وضع حرب، نحن هلا ما خلصنا، انه نحن بوضع نحن بازمه، نحن الكهرباء عم تنقطع، بدنا نتاقلم، حاطين لدات، غيرنا لا. يعني حتى هذا الامر ما له مقتصر على الاطفال، حتى الشباب، الشباب اللي هلا عم على اكبر رفيقي بالمانيا ليكو بسياره وانا لساتني بسكليتي ما عندي، يعني هي المدرك، انا عم اقول لك على الشباب وهذا مدرك، كيف الطفل كيف الطفل. فانا هذا لازم اشتغل عليه قبل، انه نحن جايه الايام احنا كنا عايشين وكنا 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 وكنا، لما بنحكي لاولادنا هيك ماما عن جد كنتوا وعن جد عن جد كانت الكهرباء بسوريا ما عن جد، قلت له ايه عن جد، انه قلت له ايه عن جد، ما لهم عم يقتنعوا لانه هن فتحوا عيونهم للاسف على هذا الواقع، على هذا الواقع على هذا الوضع. فنحن لازم نعطيهم الامل، الامل من عنا، اطفالنا بيثقوا بكلام الام والاب انه ماما جايتنا الايام، نعطيهم بصيص امل لانه هيك هيك بدنا نعيشها، هيك هيك الحياه مستمره، الشمس ما حتوقف عن الاشراق لسبب من الاسباب، لوفاه شخص او ما طلعت كهرباء او شخص ما عمل شيء. مكملين 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 مكملين. فانا استشرق واقف هيك واضحك وابتسم عند الصباح احسن ما ضني فايقه وعابسه، وهالولد عم بيشوف خلقتي وهي عابسه هون خلاص يعني. ومثل ما ذكرتي يعني طفل من عمر يوم لثلاث سنين ولا اكبر هو عم بيخزن بالنهايه وعم يقدر يوعى لكل الاشياء يلي حواليه. تمام، نتمنى كمان كل الاشخاص يلي عم يشوفونا يكونوا قدروا هيك ياخذوا من حضرتك افكار ولو بسيطه لحتى يقضوا ليله راس السنه، وان شاء الله بنعاد عليك وعليهم بالف خير. شكرا لك يا رب. اهلين شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك.